صفتان نعرفهما فيتهيأ لنا للوهلة الأولى أن لهما نفس المعنى، لكن في الحقيقة أن الفرق بينهما شاسع. ففي حين أن الخجل يأتي عادة من بيئة عائلية قاسية مليئة بالعنف والإهانات أمام العائلة أو الأصدقاء، فالحياء هو فضيلة مطلوبة من الذكر والأنثى على حد سواء، وهو خلق ينم عن تربية صالحة وبيت متماسك. وما إن سرقت الحياء من المجتمع ستنتشر الرذيلة وسوء الأخلاق فيه إلى حد الغرق، كما هو حال مجتمعاتنا اليوم. يقال كمدح عن فتاة قليلة الكلام أنها خجولة، مع أن هذا ذم وليس مدحا، فخجلها يعني أنها جبانة ضعيفة الشخصية لا تستطيع الرد على الإساءة التي قد تتعرض لها. وغالبا ما يتنمر على الشخصيات الخجولة في المدرسة، فهم فريسة سهلة وممتعة كونهم لن يقاوموا الأذى من المتنمرين. عادة ما يأتي الخجل من التربية السيئة والبيئة المحيطة التي تلوم جميع إخفاقاتها على الأطفال، كذلك البيئة الصارمة والتي لا يكون للأطفال فيها الحق بكلمة، فحياتهم مرسومة كما يريد الوالدان، ولهذا يكون الأطفال أكثر عزلة من أقرانهم. وفي حالات أخرى يمكن أن يصبح الطفل متمرداً على كل القوانين الموضوعة، وجل ما يريده هو العيش بعشوائية لا هدف لها. فهكذا بيئة لن تخلف إلا أطفالاً خجولين أو متمردين. نستطيع نحن كآباء أن نشكل أطفالنا بالطريقة الصحيحة. أطفال فيهم من الحياء ما يسر الخاطر، وفيهم من الثقة ما يرفع الرأس، فنحن فقط من نستطيع أن نؤمن البيئة المناسبة للتربية كي نحصد ثمار تعبنا بشبان وشابات خلوقين.